ننتقل للحديث حول أكاديمية مفاتيح العلوم والتي تفتتح برنامجها الجديد لطلاب العلم. الحديث المفصل سيكون مع الدكتور محمد سعيد بكر، المشرف العام على أكاديمية مفاتيح. أهلا وسهلا بك، نرحب بالأستاذ محمد سعيد بكر. حياكم الله، أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا بكم. يعني دعنا نبدأ بالحديث حول فكرة هذه الأكاديمية، أكاديمية مفاتيح العلوم. هذه الأكاديمية أختي الكريمة تم افتتاحها حديثا بفضل الله عز وجل مع بداية هذا الشهر. الهدف تيسير العلوم وتبسيطها، لا سيما علوم الشريعة والدين، وذلك خصوصا لطلبة غير علوم الشريعة، يعني الذين يدرسون الطب والهندسة والإدارة وغيرها من العلوم الحياتية يشتاقون ويحتاجون، ويلزمهم الحقيقة أن يدخلوا إلى علوم الشريعة المختلفة. فحاولنا أن نختار مجموعة من المواد وأن نبسط هذه المواد بحيث تعرض بشكل سهل مع شيء من الربط بالواقع إن شاء الله. نعم، إذا الفئة الأساسية المستهدفة هي غير حاملي يعني الشهادات العلمية المتعلقة بالعلوم الشرعية. يعني ممكن لطالب علوم الشريعة أن يراجع معلومات، ولكن هي مفاتيح. نعم. يعني يمكن من خلال هذه المفاتيح أن يختار الطالب تخصص يمكن أن يتعمق به بشكل أكبر إن شاء الله. نعم، الأكاديمية مخصصة للنساء والرجال أم فقط لفئة دون أخرى؟ الحقيقة إحنا بدأناها بالنساء وسوف نفتح إن شاء الله فرع للرجال بإذن الله عز وجل. أو ما السبب بتركيزكم على النساء في هذه الأكاديمية أستاذ؟ والله هو السبب أنه أنا مشرف عام عليها، والتي تديرها وتقدم الموضوعات دكتورة، فرغبت أن تخاطب فئة النساء، لأنه الحقيقة إذا تم توعية النساء والاهتمام بهن خصوصاً اليوم مع موجة تخريب الأسرة وما نشهد ونسمع من فعل ضرب للأم والفتاة والمرأة، حاولنا يعني أن نخصص هذا الحديث لهن. وهناك حديث يعني في فقه المرأة تحديدا، يعني في الجانب الفقهي سوف يتم التعرض له بشكل تفصيلي إن شاء الله. إذا دعنا نتحدث بتفصيل أكثر حول المجالات أو العلوم التي تقوم بتدريسها في هذه الأكاديمية. المجالات الحقيقة نبدأ بأولا بآداب طالب العلم وفضل العلم وشرف العلم وكذا، ثم ندخل إلى علوم الشريعة المختلفة، العقيدة والإيمان، ثم التفسير وعلوم القرآن، وبعده الحديث والسيرة، ثم التزكية ومفاتيح الدعوة أيضا، وهناك مفاتيح في التربية كيف نربي أولادنا، مفاتيح في الأسرة، مفاتيح في مختلف هذه العلوم، حتى النحو، يعني عناوين هيك سريعة من أجل أن ندخل إلى هذا العلم لمن شاء لاحقا أن يتخصص إن شاء الله. أستاذ، أيضا من ناحية أخرى حبذا لو تحدثنا عن الأساليب المتبعة في التدريس، هل هي الأساليب المعتادة في تدريس العلوم الشرعية أم استطعتم يعني تجديد بعض من الأساليب؟ إحنا هذه الأكاديمية تعرض على قناة التليجرام. نعم. يعني في كل يوم عندنا، في كل يوم اثنين يكون هناك درس جديد، الدرس مدته قصيرة، تقدمه الدكتورة عبير حسين، هي متخصصة في التفسير وعلوم القرآن، تقدم على قناة التليجرام الخاصة بهذه الأكاديمية درس لا يزيد عن نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع هكذا. هذا الدرس يعني هناك متون محددة تم اختيارها. الأساليب الطرح هو الأسلوب المباشر المعهود، لكن مع شيء من الربط بالواقع حتى لا نبتعد كثيرا، وتبسيط المادة، تبسيطها وتسهيلها حتى فعلا تكون فاتح شهية لمن أراد أن يكمل المشروع حتى يتسنى له اختيار تخصص يعني مناسب لذلك. من ثم كيف تكون آلية التواصل أو تقييم الطلبة؟ التواصل وتقييم الطلبة عندنا مع نهاية كل مادة، هي 10 مواد مختارة، مع نهاية كل مادة يوجد امتحان مغلق، ثم مع نهاية المرحلة كلها يوجد امتحان مفتوح، يعني يمكن أن يجيب عليه الطلبة وهم ينظرون إلى المواد كلها، يعني مثل امتحان شامل يعني، لكنه مفتوح بحيث يعني يسهل على الطلبة المتابعة. كل شيء يأتيهم من خلال فورمات، والتواصل مفتوح مباشرة بين الطالبات والمعلمة عن طريق قنوات التواصل المختلفة، إذا عندهم سؤال أو إضافة أو اقتراح أو تعليق يمكن أن يتواصلوا من خلال الواتساب، الفيسبوك وغيرها من القنوات المتاحة.
نعم. طيب أستاذ محمد، من ناحية أخرى كثير ممن لا يعني من غير المختصين بالعلوم الشرعية ربما يحجمون عن الاستماع أو دخول دروس العلوم الشرعية خوفا من المسائل الخلافية الفقهية الخلافية، وهذا أمر موجود وطبيعي. هل تتعرضون لهذه المسائل أم فقط يعني تتعرضون لأقل القليل من التثقيف الشرعي والعلوم الشرعية بحيث نكون يعني مدركين لأساسيات الدين الإسلامي؟ نعم، هو هذا الهدف. الهدف أن ندرك أساسيات الدين الإسلامي وأن نرغب الطلبة أو المتخصصين في غير علوم الشريعة، أن نرغبهم بعلوم الشريعة المختلفة، لا سيما أن هناك من يعني خوفهم فأحجموا لكثرة الخلافات. نحن لا ندخل كثيرا في الخلافات، لكن لا شك أننا نؤصل بأن خلاف أمة الإسلام رحمة، ونبتعد عن الهمز واللمس هنا وهناك، خصوصا في القضايا الفكرية والقضايا الخلافات الفقهية أيضا، وإنما يعني هي الأساسيات، المفاتيح، الأصول العامة. ونؤصل أيضا يعني كما ذكرت أختي الكريمة إلى أن هناك، لا شك أن هناك خلاف بحسب يتبع إلى زوايا النظر حتى في تفسير بعض الآيات. فالقرآن قطعي الثبوت لأنه متعدد الدلالة كما هو معنى، فلا حرج إن شاء الله. نعم، حقيقة شكرا جزيلا الدكتور محمد سعيد بكر، المشرف العام على أكاديمية مفاتيح العلوم. جهود مباركة، نرجو أن تتكلل بالنجاح.